واتجهت الأنظار صباح اليوم إلى مركب محمد السادس لكرة القدم بسلة، حيث جرت قرعة كأس العالم للأندية العرس الكروي الذي تحتضنه المملكة المغربية ما بين فاتح و 11 فبراير المقبل بكل من طنجة والرباط، وذلك بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا جياني إنفانتينو ورئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم باتريس موتسيبي. وقد أسفرت القرعة عن مواجهة فريق الوداد الرياضي للهلال السعودي، وفي حالة الفوز سيواجه فريق فلامينكو البرازيلي في نصف النهاية. المونديالتو يعرف أيضا مشاركة فرق الأهلي المصري، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، ريال مدريد الإسباني، وسياتل ساوندرز الأمريكي. وفي وقت سابق من صباح اليوم، حل كل من رئيسي الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو والكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم باتريس موتسيبي بمطار الرباط سلا للمشاركة في سحب قرعة كأس العالم للأندية التي ستجري في الفترة من فاتح إلى 11 فبراير المقبل بالمغرب.